ان بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تحتضن الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين لجهه مراكش السفي مراسم توقيع اتفاقيه بين هذه الاكاديميه والتعدد العامه للتربيه الوطنيه من اجل تقريب خدماتها لموظفي هذه الاكاديميه، والمقصود بهم المتعاقدين الذي بهذه الاكاديميه الذي يبلغ عددهم ازيد من 5000 موظف، ولسببهم اصبحوا يعني موظفين ضمن مفهوم موظف الاكاديميات. وبطبيعه الحال هذا البعد يدخل في اطار الاهتمامات الاستراتيجيه التي دأبت هذه الاكاديميه على تنزيلها من خلال اولا اعمال المقاربات يعني التدبير التوقعي في التوظيف، هذا على مستوى الحاجه ل يعني التوظيفات على مستوى هذه الجهه. ثانيا على المستوى التقني في مجالات يعني تدبير الموارد البشريه، مفهوم الموارد البشريه وليس مفهوم الموظفين فيما يتعلق بالتكوين، وتتبعتم معنا انه كانت دعامات قويه لهذه الشريحه من الموظفين على مستوى التكوين الحضوري وعن بعد والمواكبه الميدانيه، وبطبيعه الحال ايضا اهتمامات اخرى تدعم استقرار ونجاح هذه المقاربه من خلال تيسير مأموريه المسؤولين الاقليميين في اسناد السكنيات. وجانب اخر هو ايضا هذه الخدمات في البعد الاجتماعي، يعني لابد ان توفر وان تكون يعني خدمات قرب دعما للاستقرار النفسي والاجتماعي لهاد الموظفين ولاسرهم وابنائهم. وبطبيعه الحال كمقاربه مكمله في بعد ثالث هو الجانب التدبيري في المفهوم ديالو، التدبير يعني الاداري لهذا المهام يحظى باهتمام كبير ايضا، وذلك دعما لهذه التجربه والاستقرار هؤلاء الموظفين ولنجاحهم في ممارسه مهامهم على احسن حال. احنا سنفعل اتفاقيه مباشره بعد التوقيع عليها، وبطبيعه الحال بتنزيل الاليات الاداريه المتبقيه، ولكن بمجرد ما يتم التوقيع تصبح سريه المفعول. وهنيئا للموظفات والموظفين بهذه الاكاديميه بهذه الخدمه الاساسيه لصالحهم. شكرا. 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 شكرا.